نرجس يا نرجس بنت يا نرجس. ايوه يا فتحية انا هنا. جبت الكلب؟ جبت كل حاجة بس الواد امين عايز فلوس. طب انزلي افتحي المحل على ما حصلك وخدي المفتاح من على السرير وعليه الغابة وانتي طالعة. بيت نرجس فين؟ عايزة في ايه؟ هي فين يا بيت؟ فوق. طب اوعى. انت رايح فين؟ لايق عليك الخال اللي الهوى خالق منك تغالي ولا حد عالي بالك يلي الهوى يلي الهوى يلي الهوى كده من ورا الباب يا جميل. عايزاها انا مش فايقالك. لو عرفت انا جاي ليه هتفوقي. نعم افتحي. طيب لا ده انا جايبلك اخبار عن جوزك. اخبار ايه؟ هتفتحي ولا امشي؟ استنى. اخبار ايه؟ كل خد عليه خوخ. امين هنرجع لما العيب شيحه ما تتكلم. اتكلم. وطالعين تدافعوا عنها دي ما ارتصاكم ارتصتنا كلنا. فاكرين لما جت طولتم وتقولوا ان جوزها سرق فلوسها وطفش؟ جرينا كلنا زي المعيز ندور لها على الحرامي الناتن. امبارح بقى انا قابلت جوزها ده في الاسماعيليه. عارفين سابها ليه؟ اقول يا نرجس؟ هتقول ايه؟ هتقول ايه يا جبان؟ سابها عشان لقاها مع راجل تاني. اخرس يا كلب! انا اشرف منكم اللي خلفوه وكلهم عارفين كده. كفايه بقى. ايه اللي مش مصدق يخطف رجله لحد الانطاره ويسال على قهوه عصفور. هناك هيلاقي صبري. واللي خايف منكم على بناته وعامل لي فيها 12 راجل ينظف الحته من القرف اللي فيها. اوعى اوعى انت هو. انتوا سايبينه؟ انتوا صدقتوه؟ واقف مصممين؟ كنت فاكراه راجل هيحميني ما كفاهوش يسرقني ويطفش. لا وامين
امين اللي طول عمره بيلف حواليا ومش معبره، حراني قدام اللي يسوى واللي ما يسواش، ويا ريت بحق والناس صدقوه يا اخوي صدقوه. احنا لازم نلاقيه، لازم نلاقيه، نجيبه من تحت تعاطي الارض يجي قدام الناس كلها ويقول لهم الحقيقه. يعني اجيب منادي ونلف انا وهو الاسماعيليه ونجيب ميكروفون وناديه ونقول فينك يا صبري؟ ما هو امين قال انه بيقعد في قهوه اسمها قهوه عصفور. انت بعتلي في وقت الانتخابات وده اكل عيشي. طب وانا هعيش ازاي وسط الناس وانا شايل على راسي ذنب ما عملتوش؟ ما انت اللي جبت له روحي. يا ترى ايه اللي مستنيك يا نرجس؟ ما بقالكيش مكان وسط ناسك. يا ويلك مني يا صبري، ولازم الاقيك. مش عاوز اشوف خلقتك هنا تاني، فاهم؟ يا اخي بقى اللي افتنى على خلق الله. نصيبك يا شهير. لا نصيبي بقى ده اللي توصله لعم جابر هناك في المستشفى، وما تقولوش ان انا اللي بعته. ماشي. ها؟ ماشي. ايه بقى وانت كنت بتراهني على مين؟ لا انا كنت جاي ادور على واحد اسمه صبري عبد السلام. صبري عبد السلام؟ يا كمال. ايوه. تعرف واحد بيشتغل هنا اسمه صبري عبد السلام؟ اه صبري. الاقيه فين؟ ده بيشتغل مع بتوع الزفت. زفت يا جدع بلا في الساعه ده حمار. هسيب احسن. اتفضلي. هات 3 جنيه. ده سيف اخويا. اهلا وسهلا. خد الست ووصلها لحد عمال الراسف. عيني. وبعدين بقول لك ايه، خلي بالك الست امانه ومحسوبه علينا. تسوق على مهلك، ها؟ وما تسوقش الهبل على الشيطانه. ماشي ماشي يا اخويا. يلا يلا غزال. كتر الف خير غزال.
جايه منين ورايحه فين؟ ممكن توصلني من غير ما تسالني ولا تنزلني واشوف غيرك يوصلني؟ مفيش غيري، بس انت مش واخد بالك. بس ده اسمه صبري عبد السلام. اه هو فين؟ طلع كيلو 90 وراجع بكره. شكرا. متشكرين. المشوار بعيد مش هقدر اوصلك، خليها لبكره. وانا هروح فين لحد بكره؟ انا مش من هنا. ولا يهمك، انا هنزلك في احلى مكان بكره من الفجر اوصلك. مكان؟ مكان فين؟ اللي بتدوري عليه؟ نط بعيد، عايزين لها بياتل بكره الصبح وانا حفير بقى عشان الحق السياح. طب تعال تعال. لا 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 لا، انا ما احبش اشوف عيون بتعيط. انا ما بعيط. ما هو العياط مش بالدموع. فكيها فكيها، انتي لازم لك جناحين يطيروكي لفوق بعيد عن الدنيا. تعالي اتفضلي اتفضلي يا نعيمة. يا نعومة. ايوه يا شهير. تعالي نعيمة تعالي، عندنا ضيوف. هو ده بيتكم بقى؟ اه بيتنا. ايه رايحة فين؟ احنا اللي يدخل عشنا لازم يولف عليه وما يهجروش ولا بالطبل البلدي. اهلا وسهلا. اختي نعيمه هانم ابو سحاب، ماجستير في تقشير البصل وبتحضر دكتوراه بقى في غسيل المواعيد. اهلا. ودي نرجس. الله، وانا اقول يا ربي الريحه الحلوه دي جايه منين. بص يا نعيمه، انا عاوزك تروقيها، عاوز اشوفها معرفهاش، وبالمره ابي خديني مقاس ايديها عشان ابقى اركب لها جناحات. حاضر. تعالي.
سعيد. دور يا حمار. كان فيها ايه؟ كان فيها حمار سايقها العربية زي الست. لو معرفتش تراعيها هتبطل من جوه تبقى حتة حديدة. هدفعك بقى المرة دي 50 جنيه عشان تفتكر. فهمت يا حمار؟ انا لا هسألك انت جاية منين ولا رايحة فين ولا ايه حكايتك، لكن نفسي اعرف حاجة واحدة بس، انت جاية منين ورايحة فين وايه حكايتك؟ ايوه كده، فكيها عشان تشوفيها. ابو سحاب اللي هو ابويا الله يرحمه كان دايما يقول لنا كده، بس المصيبة ما قالناش تنفك ازاي. طب قومي اقلعي هدومك دي وهجيب لك جلابيه من بطوعي عشان تلبسيها. ما انا معايا هدوم. الشنطه. شنطه ايه؟ في عربيته. عربيه مين؟ اللي جابني هنا. اللي جابك هنا الوعد والمكتوب، ومكتوب عليكي بقى تلبسي جلابيه من جلاليب نعيمه هانم ابو سحاب. قلتليش بقى نعيمه؟ السمك طلع حلو. شوف انت اصطدته منين؟ إيه؟ من البحر ولا من البر؟ خير من البحر ولا من الجو؟ ده كلام تقول يا نعيمه. طب اوعى خليها تغير هدومها. With all pleasure my princess. خواجه ما تعرفي، ابن بلد ما تعرفي، بيرتن بميت لسان. اللغات كتيره والبلاد قرر، بس الدنيا واحده والسما واحده. وانا حر طير طليق، اطير في اي زمان واي مكان يعجبني، وكل ارض ربنا دي أرضي. قدامك سكتين، سكة معوجة وملوجة ودلها ببقها. أحلى سكة سكة اللي يروح وما يرجعش، عشان اللي بيرجع ده بيبقى حاجة من اتنين، يا خاف يا خاب. واللي مرجعش اكيد بيبقى عجبه الحال. بيبقى عجبه الحال. مش ابويا جالي في الحلم امبارح يا نعيمه؟ كان بقالي كتير ما شفتوش. عارف ان ابويا بس مش شكله، شكل انا بس على ابويا. قال لي انت اسمك ايه؟ انا قلت له الله الله الله. قال يا حاج انت مش عارفني؟ ام بصلي بصيته العجيبه اياها، فاكرها نعيمه؟ قال لي انت عارف نفسك كويس. قلت له لا، بقول لك ايه، لا مش كده، اذا كنت انت ابويا انا ابنك، وكده ما تمشيش معايا. كملت. يبقى مين بسلامته بقى؟ وقعنا في غرام بعض وخلاص. فين الشاي بتاعي؟ نسميه ايه؟ نرجس. نرجس فين الشنطة بتاعتك؟ صحيح شنطتي نسيتها في عربيتك. بقولك ايه، مفيش في عربيتي شنط. مفيش شنط ازاي؟ انا سايباها عندك في العربية. روح شوفها اوام. اشوفها. ما لقيتش حاجة في العربية. مفيش حاجة؟ يا نهار اسود، دي فيها كل حاجتي، هدومي وفلوسي وبطاقتي ومفاتيح شقتي، هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل ايه؟ طول
ترقصي تغني وتفرحي. اخرجي من امبارح وتعالي للنهارده، اعملي لك حكايه من جديد. المهم يبقى لك حكايه تحكيها. نفسي اقول اه. قول يا جايين. من ايه يا شاهين؟ مش عارف. طب مش عارف ليه يا شاهين؟ والله ما فاكر. طب مش فاكر ليه يا شاهين؟ نسيت. عارفين ليه الفحم بيحب التعميره؟ ليه يا شاهين؟ عشان الفحم ده بيبقى عامل زي الراجل اللي يلطش الهوا، يبقى جسمه سخن. ايوه. وقلبه مولع نار. الله. والست تبقى هي التعميرة. بالظبط كده. على كل صف وعلى كل لون. طب والحب يا شاهين؟ الحب هو النفس المرتاح سيدي اللي يوجوج النار. الله. ويخلي التعميرة اكسرة. ولما تبقى اكسرة تضحك وتملى الدنيا كركارة. لا 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 مؤاخذة، ده كلام حشاشين. طب الحقنا انت بقى اخويا وقول لنا كلام الفايقين. طب ما برضه الجوزة بتضحك وتكركر حتى لو مفيش تعميرة ولا فحم. آه. يبقى بتضحك على ايه؟ على خيبتك.
شهين. طب نرجع تاني بقى لكلام الحشاشين. نشوف لك ريحه التعميره حلوه تلعلع معاك عشان ترجع انت تاني زي زمان. انا زي الفل. الزمن ده هو اللي بيرجع. مش انا اتجوز. اتجوز يا شاهين. لو ما كنتش وعدتها. ياه دي حاجة بقالها سنين يا صاحبي. 10 سنين ولسه حاسس بايديها مكلبشة في ايديا ونفسها طالع بيلفح في وشي. مش عارف اذا كان النفس ده هيرجع ولا لا. قالت لو مت هتتجوز بعدها يا شاهين. قلت لها لا. قلت لها لا. عارف لو عاشت ما كانش همني، لكن دي اخر حاجة سمعتها مني. لا. ساعات يا جدعان بحس ان احنا متنا وبقينا في عالم غير العالم. فاكرين يا جدعان ايام الحرب؟ كان زمن تاني وناس تانية. الكل كان ماسك في بعضه. الموجة كانت عالية والكل على كلمة واحدة. يا نغرق سوا يا نطلع سوا. كانت ايام يا شاهين. ما كانت ايام دي هي اللي مجنناني. من ناس كانوا كلهم ايد واحدة على عدو واحد. في ناس بنعد بعض ونحشش علشان ننسى. وعدوك بقى حبيبك. نفسي اقول قول يا شاهين. ايه مالك؟ في ايه؟ اخوك. طب تعالي. ايه يا في ايه؟ قول لها انك كنت حمار عشان بات زي دي. شاهين في ايه يا شاهين؟ اسال الحمار. انا مش عيل عشان تتحكم فيا. ودي عمال الرجاله دي واحده متحميه فيك. كفايه بقى. انا سايب لك البيت وماشي. سيف وادي سيف. سيف ما تخافيش، انا بكره اللي هوصلك.
اركبي. لا كفاية اللي حصل. اركبي. دي هدوم بدل اللي ضيعها سيف. دي الحته اللي قالوا لكم عليها، وباين ان كان في هنا شغل فعلا. هما راحوا فين بس؟ هنروح فين؟ ما تقلقيش، نفطر الأول وبعدين نكمل. الناس اللي كانوا بيشتغلوا في الطريق بره هنا راحوا فين؟ دول بيعملوا طريق جديد. كان معاهم واحد اسمه صبري عبد السلام. اثنين مش واحد اسمر مناخيره كبيره، واحد مش اسمر ومناخيره مش كبيره. يا حبيبي يا حبيبي. ايوه الشاب اسمها ايه؟ يحبني على قد ما تقدر. على قد ما تقدر. هو الاسمر. طيب هات لنا بقى تفطار على قد ما تقدر. يلا. هو الطريق الجديد ده بعيد عن هنا؟ والله اذا كنت مستعجله قوي يبقى بعيد. انت بتدوري على ايه يا شاهين؟ اهلا. دوختني عليك. فين الفلوس اللي عندك؟ ايه دول؟ انا ليا 200 جنيه يا ابني. ما انا اديت لامك 100، هي ما قالتلكش؟ ما انت سايبها وطفشان. انت مالك؟ عايز تعمل جدعانه يبقى من جيبك، انما انا تديني بقيت فلوسي. يعني انت مش مكسوف من اللي انت فيه؟ لا بقى، هات بقيت فلوسي. مفيش. لا بقى، مش معايا انا الفلوس. انا انت مش عايز تديني فلوس ليه؟ انا عايز فلوس يا شاهين، عايز فلوسي. بقولك مش هسيبك الا باخد فلوسي برضه. مش هسيبك يا شاهين. فلوسك اهي يا جمال، وامك انا هصرف عليها. وشفت وشك مره تانيه هتبعك.